أهلا بكم مشاهدينا في برنامج تحت الضوء، ونتابع في حلقة اليوم: تحذيرات أممية من حدوث كارثة إنسانية في إدلب السورية. تحت القصف والتهجير، كيف تحتفل سيناء بعيد التحرير؟ أكلات الشوارع ظاهرة جديدة تغزو العاصمة الفرنسية. كما ننتظر مشاركاتكم وتفاعلكم معنا حول ملفات اليوم على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، ابقوا معنا. تحذيرات أممية من احتمال وقوع كارثة إنسانية وشيكة في محافظة إدلب السورية، تحذيرات ومخاوف أبداها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا من أن تلقى إدلب آخر معقل للمعارضة المسلحة والملاذ الأخير لكل المهجرين والفارين من قصف النظام وحليفه الروسي، من أن تلقى نفس المصير الذي واجهته حلب والغوطة الشرقية رغم كونها إحدى أربع مناطق لخفض التصعيد بحسب اتفاقية أستانا. محافظة إدلب السورية الواقعة شمالي البلاد هي آخر وأكبر معقل للمعارضة المسلحة، وتضم 40 فصيلا مسلحا، لكن هيئة تحرير الشام تبقى أكثرها تأثيرا. يقطنها نحو 2.5 مليون نسمة، بينهم أكثر من 1 مليون نازح. ورغم أنها إحدى أربع مناطق لخفض التصعيد، فإنها تشهد صراعا وصف بالشرس، حيث إن قوات نظام بشار الأسد بدعم روسي إيراني تشن هجوما للسيطرة على تلك المنطقة الاستراتيجية. اليوم ها هي الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الإنساني في إدلب. مخاوف أممية جاءت على لسان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الذي حذر من كارثة إنسانية وشيكة في هذه المحافظة ومن حلب جديد في إدلب، أو أن تواجه نفس مصير الغوطة الشرقية، مرجحا أن تكون الهدف المقبل للنظام السوري. فيما يجتمع المانحون الدوليون بمشاركة نحو 80 دولة ومنظمة وشريكا داعما لسوريا في المؤتمر الذي تستضيفه بروكسل لحشد الدعم الطارئ وإحياء عملية جنيف للسلام التي تعثرت مع دخول النزاع السوري عامه الثامن، فضلا عن جمع عدة مليارات كمساعدات إنسانية لصالح 5 ملايين لاجئ سوري يقيمون في دول مجاورة، وأكثر من 6 ملايين نازح داخل البلاد، بينهم 250 ألفا محاصرون في مناطق نزاع. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني من جانبها دعت إلى فرض وقف القتال في سوريا والضغط على رئيس النظام بشار الأسد للعودة إلى طاولة المفاوضات. الحرب السورية تصاعدت وتيرتها من جديد في الأسابيع الأخيرة مع بدء عملية لسحق آخر معاقل المعارضة الخارجة عن سيطرة قوات النظام بالكامل، بعد أن سيطر النظام على الغوطة الشرقية عقب حصار خانق استمر 5 أعوام. وككل حرب، وحدهم المدنيون من يتجرع فاتورة الاقتتال. ونرحب بضيفنا في الاستوديو سيادة العقيد أحمد حمادة، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا سيادة العقيد. أهلا وسهلا. لو بدأنا بتصريحات المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، هو قال بأن المكاسب العسكرية التي حققها النظام لن تترجم إلى حل سياسي، لن يكون لها تأثير في الحل السياسي المفترض للأزمة السورية. ما مدى صدقية هذا التصريح؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. دي ميستورا هو مبعوث دولي
فيجب أن يكون فعلا حياديا في كل تصريحاته وفي كل أفعاله. وطيلة 4 سنوات من عمر هذا المبعوث في العمل في الشأن السوري نراه يعني يتبنى وجهة نظر روسيا والنظام. طبعا هو من اخترع السلال 4 والتي كان المفاوضون في جنيف يعتمدون على الانتقال السياسي الذي هو شرط يعني من مخرجات جنيف 1 ومن القرار 2254، ولكن هو خلق السلال 4 من الانتخابات وكذلك الدستور وغيرها من أجل تضييع والإرهاب يعني الفكرة الأساسية التي يريدها الشعب السوري. بالأمس تصريحات ديمستورا عن أن إدلب ستلقى مصير حلب وربما الغوطة، وقال عن الغوطة ستلقى مصير حلب، وقال عن حلب إذا لم يخرج أثناءها هيئة تحرير الشام فسيكون مصيرها كارثيا، وهذا ما حصل بالفعل. أما طب هنا عذرا المقاطعة سيادة العقيد، البعض يتندر على هذا بالقول بأن تصريحات ديمستورا عندما تقال بهذه الطريقة إنما هي تعد إشارة للنظام أي افعل ما تشاء، كأنها توطئة أو تمهيد. طبعا هو يقول للنظام بأن أمامك هذا العمل، وهو هذه التصريحات تندرج في إطار الخوف وإثارة الهلع لثلاث ملايين اليوم في محافظة إدلب، يعني إلى أين سيذهبون؟ ولكن يعني ترافق هذه التصريحات مع التهديدات الإيرانية وتهديدات النظام وكذلك الروس باتجاه إدلب. بعد عدة أيام هناك اجتماع لوزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا من أجل هذه المنطقة. طبعا هذه المنطقة تغري الروس، وخاصة منطقة جسر الشغور التي تعتبر على يعني بوابة الساحل وكذلك القريبة من حميميم نسبيا، هي تريد السيطرة على هذه المنطقة. بالنسبة لإيران تريد الاتجاه باتجاه مناطق الفوعة وكفرية، حيث أنها يعني مناطق شيعية وهي تعتبر نفسها بأنها حامية المذهب الشيعي في هذه المنطقة، بأنه يهمها أن تصل إلى تلك المنطقة وفك الحصار كما تدعي على هذه المنطقة. أما اللاعب الأساسي في هذه المنطقة هي تركيا. منذ أيام سمعنا تصريحات للرئيس أردوغان وقال بأن إدلب هي يعني الوجهة الأساسية للقوات التركية. اليوم تركيا نشرت 8 نقاط وصلت إلى منطقة مورك، وأتوقع بأن عدة نقاط ستنتشر في تلك المنطقة. تركيا مصرة على يعني اعتبار هذه المنطقة منطقة حيوية لها، منطقة حدودية، ولا يمكن لتركيا أن تحتمل مزيدا من الهجرات، وخاصة 2.5 مليون إلى 3 مليون مهجرون من كل الأراضي السورية تم تهجيرهم بعلم ديمستورا وبعلم الأمم المتحدة، وهي يعني جريمة إنسانية. طيب أن يتم تهجير هؤلاء إلى منطقة أعود مرة أخرى إلى تصريح ديمستورا حول المكاسب العسكرية. النظام وهو في أضعف حالاته لم يتعاطى بإيجابية مع المفاوضات ومع الحل السياسي، هل يمكن بالفعل أن نصدق ديمستورا الآن والنظام يعتبر في أفضل حالاته عسكريا وميدانيا بأنه سيتعاطى مع الحل السياسي؟ النظام لن يتعاطى مع الحل السياسي نهائيا. النظام والروس والإيرانيون هم مقتنعون بالحل العسكري وبالحسم العسكري، وهذا ما نراه مع بعض المناطق التي صالحت هذا النظام في الضمير، في القلمون، اليوم في منطقة جنوب دمشق. أما هذا النظام فهو يحتاج إلى تكتل دولي أن يضغط عليه سياسيا وأن يضغط عليه عسكريا. هذا النظام لا يفهم بلغة الحوار ولا لغة القوانين الدولية من جنيف 1. من جنيف 1 عندما كان الثوار يسيطرون على 80% لم يسلم هذا النظام بالحكم أو بقرارات مجلس الأمن. أما الآن وقد أمن محيط دمشق وأمن مناطق أخرى، وأصبح حتى هذه الانتصارات الوهمية التي ينشرها النظام على الإعلام هي تصريحات خاوية وهي انتصارات كاذبة، طالما أن النظام حتى الآن مع كل هذه الانتصارات ومع دخول روسيا 3 سنوات ودخول 60 ميليشيا وإيران، لم يسيطر النظام حتى الآن على أكثر من 50% من الجغرافيا السورية. طيب ديمستورا أيضا قال بأنه لا يمكن تصديق أن نحو 2.5 مليون إنسان في إدلب كلهم إرهابيون، وبالتالي جاءت تحذيراته في هذا السياق بأنه لا يمكن أن يتكرر سيناريو حلب أو سيناريو الغوطة الشرقية في إدلب. لكن
في الطرف الآخر روسيا والنظام، هل يمكن أن تستجيب لذلك أو أن السيناريو يمكن أن يتكرر؟ طبعا ديمستورا عندما يقول هذا هو أمر واقع، يعني عندما كانت حلب كان هناك 900 من عناصر هيئة تحرير الشام وهم مستعدون للخروج، ولكن تم حصار مدينة حلب وأجبر السكان الخروج وكانوا رهائن هؤلاء. يعني اليوم في منطقة إدلب بكاملة، في المنطقة المحررة ما بين حماة وإدلب واللاذقية وكل هذه وغرب حلب، هناك بحدود 9000 إلى 7000 من عناصر هيئة تحرير الشام، وهؤلاء ليسوا من خارج سوريا، أغلبهم بحدود 85% هم من السوريين، هم من يحمل البندقية بدون أي عقيدة أو بدون أي أيديولوجيا لهيئة تحرير الشام، هم يحملون هذه البندقية لقتال هذا النظام. إذن لماذا روسيا والنظام وإيران يأخذون كل محافظة إدلب بجريرة عدد قليل من هؤلاء؟ إذن ديمستورا عليه أن يفعل وأن يتكلم الحقيقة أمام العالم وأن يبين لهم أن هذا النظام والروس والإيرانيون لا تعنيهم محاربة الإرهاب، هم هو السيطرة على الأرض. على ذكر إيران، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس في واشنطن تظهر بأن لديهم موقف من وصول إيران إلى البحر المتوسط كما قالوا. كيف تنظر إلى ما تحدث به الطرفان عن إعادة تموضع من أجل الحيلولة دون أن تحقق إيران ذلك؟ الموقف الغربي وخاصة ترامب وماكرون هم قالوا بأن الاتفاق النووي هو سيء ولكن يجب الحفاظ عليه، هم يقولون بأن إيران تريد الوصول إلى البحر المتوسط ولكن لا يقومون بأي عمل على أرض الواقع أو ميدانيا لكبح جماح إيران أو ميليشياتها، بالعكس هم ينظرون إليها وكأنها وهي تقوم بكل هذه الأعمال. يعني المشكلة إذا وصلت إيران إلى البحر المتوسط، هل لا توجد مشكلة إذا كانت إيران في حلب أو في حمص أو في السيدة زينب أو في محيط دمشق؟ يعني هي المشكلة الأساسية أن تصل إيران فقط إلى البحر المتوسط؟ هي وصلت إلى بيروت اليوم، وصلت إلى الضاحية الجنوبية، وهي اليوم لديها عملائها، بشار الأسد اليوم هو موظف عند إيران، هناك حسن نصر الله في لبنان الذي يخطف لبنان كله، هناك الحوثي في اليمن، هناك عدد كبير من الميليشيات العراقية وغيرها تقوم ب خدمة المشروع الإيراني في هذه المنطقة. أما الغرب حتى الآن لا توجد لديه أي استراتيجية لقمع إيران. شكرا جزيلا سيادة العقيد أحمد حماد الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا وسهلا بك. يحتفل المصريون في 25 من إبريل في كل عام بذكرى تحرير سيناء، لكن الذكرى تحل هذا العام ومعها يعيش أهالي الجزء الشمالي من شبه الجزيرة المصرية أوضاع التهجير وأجواء القتال ضد من تصفهم السلطات بالإرهابيين، أجواء غابت عنها كل ملامح التعمير والتطوير الذي وعد به المصريون على مدى أكثر من 3 عقود. تحتفل سيناء المصرية بعيد تحريرها 36 من الاحتلال الإسرائيلي على وقع عملية عسكرية شاملة أطلقها الجيش المصري أوائل فبراير الماضي ضد تنظيم داعش المعروف باسم ولاية سيناء، لكن المشهد في شبه الجزيرة يتفاوت بين شمالها وجنوبها، فالجنوب يشهد تنمية ومنتجعات سياحية وتطبيعاً كاملاً مع إسرائيل، حيث يسمح لمواطنيها بالدخول إلى هذه المناطق دون أي تأشيرات. أما الوسط والشمال فيعيش على وقع حرب مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات بين القوات الأمنية وداعش، حيث تقول السلطات المصرية إن حملتها الأخيرة تحقق نجاحات كبيرة ضد متطرف التنظيم، ووجهت لهم ضربات وصفت بالقاسمة. من حق الشعب المصري أن يفخر بأبنائه الأوفياء في القوات المسلحة والشرطة،
فمضوا في هذه الحرب غير النظامية يحققون النجاحات واحداً تلو الآخر. لكن منظمات حقوقية ومن بينها Human Rights Watch قالت إن العملية جعلت نحو 400 ألف شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، مطالبة الحكومة المصرية بتوفير الغذاء الكافي لجميع السكان والسماح الفوري لمنظمات الإغاثة مثل الهلال الأحمر المصري بتوفير الموارد لتلبية الاحتياجات الحرجة للسكان المحليين. القاهرة ردت على تقرير Human Rights Watch عبر المتحدث باسم الجيش المصري الذي أكد أن القوات المسلحة توفر كل السلع الأساسية والاحتياجات الطبية لأهالي سيناء، وأن التقرير مغاير للحقيقة تماماً ولم يتحرى الدقة. سيناء التي تحررت قبل 3 عقود ونيف شهدت وعوداً ضخمة بالتنمية في عهد السادات لم يتحقق منها شيء، وشهدت إهمالاً وصف بالمتعمد على مدار نحو 3 عقود في عهد مبارك. أما عهد السيسي فيعد الأسوأ بالنسبة إلى وسط وشمال سيناء، حيث عمليات القتل والاعتقال العشوائي والتهجير كما جرى في رفح ومناطق أخرى، إضافة إلى تمدد داعش، الأمر الذي خلق حرباً مستمرة تستخدم فيها القوة الغاشمة كما قال السيسي، وضحاياها هم المدنيون. ومعنا عبر الأقمار الصناعية من الدوحة السيد يحيى عقيل البرلماني المصري السابق عن محافظة شمال سيناء. سيد يحيى مرحبا بك بداية. بعد 36 عاما على تحرير سيناء، كيف يبدو المشهد فيها؟ يبدو المشهد فيها وكأنها يعني محلك سر، يعني حيث النقطة الأولى وعود الحكومات المتتالية من السادات إلى من عبد الناصر حتى إلى السادات إلى مبارك ذهبت أدراج الرياح. أظن أن المؤامرة الكبرى كانت عندما وقعت الحكومة المصرية في كامب ديفيد على إقرارات ويعني تفاهمات تضمن أن تظل سيناء خالية من السكان وخالية من الإعمار. هذه الحالة هي التي يعني بقيت عليها سيناء إلى الآن، وبالمقارنة بين الشمال والجنوب تبرز نقطة أنه لا يمكن فصل يعني ما يحدث في شمال سيناء عن القضية الفلسطينية وعن الصراع العربي الإسرائيلي. ففي الجنوب حالة من الإعمار والسياح الإسرائيليين يتوفدون بشكل سلس ويدخلون بدون تأشيرات دخول إلى الأراضي المصرية. في الشمال يعني 420 ألف إنسان تحت الحصار الشامل، الحصول على الغذاء أو على الدواء أو على التنقل من مركز إلى مركز أصبح أمرا غاية في الصعوبة. طيب بما أنك قارنت بين جنوب سيناء وشمال سيناء، في الجنوب هناك تنمية، هناك إعمار، هناك قرى سياحية، هناك يعني فرص للحياة والعمل وإلى ما غير ذلك، لماذا لا تتوفر مثل هذه الأمور في الشمال؟ طالما أن السلطات المصرية قادرة على تحقيق ذلك في الجنوب يمكنها كذلك في الشمال، لماذا لم تحقق ذلك وتأخر ذلك كل هذه السنين؟ أضف إلى كلام حضرتك أن أيضا في الشمال المقومات، مقومات يعني التنمية، مقومات الجذب السياحي متوافرة، يعني الحالة متشابهة بين الشمال والجنوب. لكن لماذا؟ قولا واحدا، لأن الإسرائيليين في تفكيرهم الاستراتيجي منذ عام 1951 وهم يتحدثوا عن إعادة توطين الفلسطينيين في شمال شرق سيناء والحل النهائي للقضية الفلسطينية على حساب أراضي مصرية في شمال شرق سيناء، قدمت مشاريع كثيرة للكنيست وطرحت على حسني مبارك، وقال ذلك حسني مبارك بنفسه، قال عرضوا علي التنازل عن أراضي في سيناء فرفضت، ويعني قال بالعامية المصرية لنا ولا لا تخمني يقدر يعمل كذا. إذن الفكرة أنه المشروع الإسرائيلي للحل المشكلة يعني الإسرائيلية وليس حل القضية الفلسطينية، حل الإشكال الإسرائيلي، الرؤية الإسرائيلية تتحدث عن توطين الفلسطينيين في شمال شرق سيناء. منطقة الصراع هي شمال شرق سيناء، المنطقة المحرومة من الإعمار هي منطقة شمال شرق سيناء. إذن الفصل بين يعني الصراع العربي الإسرائيلي و
مشكلة إسرائيل في أنها اختارت وتبنت فكرة يهودية الدولة الإسرائيلية، أي دولة وحيدة الجنسية، دولة وحيدة الديانة، دولة وحيدة العرق. فنتحدث عن، ما دامت وحيدة العرق يبقى نحن نتحدث عن تهجير للمسلمين الفلسطينيين العرب الموجودين على هذه الأراضي. فكرة يهودية الدولة اعترف بها العالم، أعلنها نتنياهو، أصبحت مشروع الحكومة الإسرائيلية. فالمسألة فقط يعني لم يعلن بشكل صريح عن التهجير وإعادة تحدثنا عن الوضع الحالي في شمال سيناء، وتقرير هيومان رايتس ووتش الأخير الذي تحدث عن أن نحو 420 ألف أو أكثر من المدنيين أضيروا بسبب الحرب ضد التنظيمات الإرهابية. هذا ما نفاه الجيش المصري. أنتم كأهالي في سيناء كيف ترون هذا التقرير؟ يعني أولا يعني نفي الحكومة المصرية والبيانات التي تخرج عنها أظن أنها كلها بيانات يعني ليست لها يعني مصداقية لا على 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 يعني عند كل الناس. لكن بالنسبة لتقرير هيومان رايتس ووتش، أنا أعتقد أن التقرير كان مؤدبا جدا، كان حذرا جدا، نقل الحقيقة من أطرافها ولم يغوص في عمق الحقيقة ولم ينقل الصورة كاملة، الصورة الكاملة مأساوية. يكفي أن نتحدث عن أن مثلا مركز كمركز رفح يمنع تماما تحرك السيارات، أي سيارة تتحرك هي هدف. إذن كيف سيتعيش الناس؟ كيف سيحصلون على غذائهم؟ كيف سينقلون مرضاهم؟ كيف سيذهبون إلى أعمالهم؟ كيف سيذهبون إلى مزارعهم؟ حياة ميتة بالمرة في مركز وليست في مدينة. انتهى. شكراً. في رفح وفي الشيخ زايد والعريش. شكراً جزيلاً سيد يحيى عقيل. شكراً جزيلاً سيد يحيى عقيل البرلماني المصري السابق عن محافظة شمال سيناء. شكراً جزيلاً. مع تزايد أعداد المهاجرين والباحثين عن حياة أفضل في فرنسا، انتشرت في شوارع العاصمة الفرنسية ظاهرة باتت تهدد سلاسل المطاعم الراقية التي تشتهر بها باريس. إنها أكلات الشوارع التي يقدمها طهاط في عربات متنقلة وبأشكال طريفة تعكس ثقافات الشعوب المختلفة فيما يخص الطعام. كنت من محبي الأطعمة وترغب في تجربة مذاقات جديدة تحملك بنكهاتها في جولة عبر حضارات الشعوب المختلفة، فما عليك سوى أن تجرب أكلات الشارع في فرنسا والتي يقدمها طباخون في عربات أو شاحنات متنقلة أو ما بات يعرف اليوم بالفود تراك. من الممتع اكتشاف أنواع كثيرة من الأطعمة، ولكن غالباً ما تكون دسمة وفيها الكثير من البطاطا واللحم، ولكنها عملية وخاصة عندما يكون الجو جميلاً هكذا. نأتي إلى هنا بين الحين والآخر، خاصة عندما نقصد المكتبة للدراسة. المكان لطيف عندما يكون الجو جميلاً، ولكن عندما تمطر لا يكون كذلك، لأنه لا يوجد مكان نحتمي فيه من المطر. أكلات الشارع باتت اليوم سوقاً رائجة بعروضها المتنوعة، من الكسكس المغربي الشهير إلى البرجر الأمريكي وشطائر التاكو المكسيكية وشاورما التركية والبيتزا الإيطالية وطبق الدوسة الهندي وغيرها من الأطعمة. هناك الكثير من الزبائن يأتون يومياً. لدينا خدمة عند الظهيرة وأخرى عند المساء. عند الظهيرة نعد أكثر من 100 شطيرة برجر، وفي المساء أكثر من 200 شطيرة. فكثير من الناس يأتون إلى هنا لتذوق طعامنا. هذه المساحة تسمح للناس بالتقارب أكثر، وهناك فرص أكبر لقضاء الوقت مع أشخاص لا نعرفهم، وهو أيضاً مكان يمكن أن نلتقي فيه من مختلف طبقات المجتمع. ظهر الفود تراك في أمريكا بعد الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم خلال القرن 19، والتي اضطرت الكثير من المطاعم الراقية إلى الاستغناء عن كبار طهاتها لتخفيض نفقاتها، مما دفع البعض إلى فكرة استخدام عربات متنقلة. وقد انتقلت هذه الظاهرة إلى أوروبا وانتشرت أكثر مع موجة الهجرة غير المسبوقة لهذه الأكلات الشعبية. محبين من جميع الأعمار والجنسيات
فرغم أنها تصنع في الشارع وتؤكل فيه، إلا أن طعمها المميز وسع محبيها بشكل كبير في باريس. لبرنامج تحت الضوء، غروب المصارعة، باريس. وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة، وفيها نتابع تفاعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مع ملفات اليوم، ونبدأ بالموقفين الأمريكي والفرنسي من الأزمة السورية. نتابع. نادر زياد يقول إنها مسرحية ترامب وماكرون في سوريا. ترامب يقول أريد سحب القوات من سوريا بأسرع وقت. ماكرون أقنعت ترامب ببقاء قواته في سوريا وضرب أماكن إنتاج الكيماوي. خلف يقول اللقاء الذي جمع الزعيمين ماكرون وترامب قد يكون له دلالات على قضايا المنطقة العربية، لاسيما الأزمة السورية. وحول المشهد في سيناء نتابع. مصرية لحد ما تفرج تقول بيهجروهم لصالح مين؟ بأي حال جئت يا عيد في عيد تحرير سيناء هيومان رايتش؟ تضرر 420 ألف شخص بشمال سيناء بسبب قيود الحكومة المصرية. أخيرا حور يقول افتحوا سيناء، داعي تحرير ولا بعد كده هيكون ذكرى إبادة. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.